بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. طبعا حلقة النهاردة هيكون فيها أخبار مهمة جدا تتعلق بالنادي الأهلي والاستعداد لاستئناف الدوري أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل. الفريق لعب مباراة ودية بالأمس، حصل النهاردة على راحة سلبية، ومن الغد بإذن الله بعد انضمام الدوليين هيكون الاستعداد في خلال 48 ساعة لمباراة الاتحاد السكندري. الحلقة النهاردة هيكون مليانة أخبار وكواليس وتفاصيل مهمة جدا بالتأكيد كل جماهير النادي الأهلي عايزة تعرفها وتنتظرها من قناة النادي بخصوص آخر أخبار اللاعبين، ملف المصابين في الأيام الأخيرة، يمكن الأعداد بتزيد شوية، لكن النهاردة إن شاء الله هنطمنكم على العدد اللي تعرض لإصابات في الفترة الأخيرة: وسام أبو علي، رامي ربيعة، ياسر، حسين، إمام. هنطمنكم بشكل كبير جدا عن كل هذه التفاصيل، وعندنا أخبار أعتقد هتسمعوها لأول مرة عشان نطمنكم على جاهزية اللاعبين في المرحلة اللي جاية. عملنا اتصالات عديدة كده في كذا اتجاه لغاية لما قدرنا نتوصل لتفاصيل مهمة جدا نطمن حضراتكم على مدى جاهزية اللاعبين في المرحلة القادمة. ولكن في بداية الحلقة لازم أبدأ بنعي للاعب كفر الشيخ كابتن محمد شوقي، واللي وفاته المنية بعد سقوطه في الملعب الأسبوع الماضي، وتقريبا قعد حوالي 5-6 أيام في المستشفى بعد ما سقط في إحدى المباريات في القسم الثالث. طبعا هي كلها أعمار والعمر بيد ربنا سبحانه وتعالى، والبقاء لله، وخالص التعازي لأسرة محمد شوقي، وخالص التعازي لنادي كفر الشيخ ولكل المسؤولين ولأسرة ووالد ووالدة الكابتن محمد شوقي. نتمنى بالتأكيد المشاهد دي ما نشوفهاش في الملاعب، ولكن عايز أتكلم على موضوع الإجراءات الطبية اللي دايما بنتكلم عليها واتنبح صوتنا في إن احنا نوصل رسالتنا لكل المسؤولين من ساعة واقعة أحمد رفعت بقالها أكتر من حوالي 7-8 شهور. واللاعب لما سقط في أرضية الملعب، يمكن أنا مش فاكر الواقعة كويس جدا واتفرجت عليها أكتر من مرة، سقط في أرضية الملعب، خد حوالي نص دقيقة أو دقيقة لغاية لما دخلت سيارة الإسعاف. وطبعا في الحالات اللي زي دي الثانية بتفرق، كلها أعمار بيد ربنا سبحانه وتعالى ومحدش يقدر يتدخل في قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بناخد بالأسباب. بمعنى سيارة إسعاف دخلت بعد حوالي نص دقيقة ولا دقيقة، وبعد ما دخلت سيارة الإسعاف خدت وقت على ما اتحركت للمستشفى، رغم إن جرى العرف لما شفنا الحاجات دي والمواقف الصعبة اللي زي دي في أوروبا أنت الأول بتعمل بعض الإجراءات الطبية على أرضية الملعب عشان الفحوصات أو الإجراءات والإسعافات اللازمة اللي بتتم في أرضية الملعب بتبقى ليها دور وعامل كبير جدا إنك تقدر تنقذ حياة البني آدم اللي وقع في أرضية الملعب. ولكن نفس الخطأ ونفس المشكلة اللي احنا شفناها في إصابة أو واقعة أحمد رفعت في استاد الأسكندرية اتكررت في مباراة استاد كفر الشيخ في الأسبوع الماضي. أنا نفسي الناس تتعلم من الدرس ده، اللي نفسي أشوفه دايما في منظومة الكرة المصرية، لما بيحصل خطأ والكل بيقعد يتكلم عليه وبنعمل حلقات وبنتناقش وبنجيب دكاترة وبندخل مسؤولين والمتحدث الرسمي للوزارة بيعلق واتحاد الكرة بيبعت خطابات والناس كلها بتعمل خلية نحل وبتشتغل، بس بعد شهور، أنا مش بقول بعد سنين، بعد شهور بتتكرر نفس الواقع. إيه الإجراءات الطبية اللي تمت عشان نقول إن الناس فعلا عملت شغلها؟ مفيش. هل في إجراءات طبية كانت ماشية بنفس السياق؟ لا، ما شفتش. أنا بقى شفت لقطات المباراة بعيني، محدش حكالي. اللاعب وقع في الملعب، اللعيبه كلها اتلمت عليه، نزل الجهاز الطبي، خد دقيقه على ما سياره الاسعاف دخلت الملعب، واول ما دخلت سياره الاسعاف مفيش في ثواني اللاعب اتحط في سياره الاسعاف وتحرك على احدى المستشفيات، الله اعلم كانت قريبه من الملعب ولا بعيده عن الملعب، ولكن اتقال ان اتعمل انعاش للقلب واجراءات طبيه حصل فيها محاولات عديده، ولكن في النهايه يمكن قضاء الله وقدره وكان امر الله نافذ يعني. وتم الإعلان النهاردة صباحا عن وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ. أنا عايز أفكر حضراتكم بخطاب اتبعت في شهر إبريل الماضي، يعني بالظبط بقاله 7 شهور. الخطاب ده اتبعت من اتحاد الكورة للأندية ومراكز الشباب اللي بتشارك في كل مسابقات ومراحل كل البطولات اللي بينظمها اتحاد الكورة، وقدامكم حتى الخطاب على الشاشة. ده مرسل من اتحاد الكورة من خلال المدير التنفيذي دكتور وليد العطار لأندية ومراكز الشباب في الدوري العام، والموضوع كان عنوانه الرئيسي: توفير جهاز الإنعاش القلبي بالدوري العام بجميع أقسامه في الموسم المنقضي اللي هو انتهى في شهر 8 اللي فات.
واتقال في ضوء الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة وأداء العمل بقطاع الرياضة والحرص على صحة المواطن بصفة عامة والرياضيين بشكل خاص. نرفق لسيادتكم خطاب وزارة الشباب والرياضة بضرورة وجود جهاز الصدمات الكهربائية بسيارات الإسعاف التي تقوم بعملية التأمين الطبي بجميع مباريات الدوري العام. هل سيارة الإسعاف اللي كانت موجودة في المباراة كان فيها جهاز الصدمات الكهربائية؟ ده سؤال بنطرحه، وأكيد نتمنى أن يكون فيه إجابة ويكون فيه توضيح لكل الرأي العام. النادي اللي بيستضيف أي مباراة وسيارة الإسعاف مش جاهزة بكافة المتطلبات ما يشاركش أصلا، ده رقم واحد. اتنين، الأندية اللي بتقدم الفحوصات الطبية بتاعتها لو مش الفحوصات مكتملة وكاملة بالنسبة للعيبة اتحاد الكرة يمنعها من المشاركة. الحاجة الثالثة، لو في تقصير حصل بالنسبة لسيارات الإسعاف يكون في شفافية وإعلان من الأندية ومن اتحاد الكورة. لو في تقصير من مراقب المباراة في الإتمام على الإجراءات الطبية هو والحكام يتم إعلانها. الحاجات دي كلها لازم يتم مناقشتها. أي بطولة دلوقتي في العالم بتتلعب سواء على مستوى دولي أو قاري أو محلي، أول حاجة الناس بتفكر فيها الإجراءات الطبية، ده أول حاجة، مش الصفقات ولا التعاقدات ولا الملاعب ولا الجمهور ولا الحاجات دي كلها. صحة البني آدم في المقام الأول هي رقم واحد. لما نوصل للمرحلة دي نبدأ بقى نمارس رياضة ونلعب كورة. لما حصلت نفس الواقعة دي في بطولة اليورو قلنا الكل هيتعلم، ولكن جت واقعة أحمد رفعت محدش اتعلم، وجت واقعة محمد شوقي محدش اتعلم، وهتتكرر الواقعة دي تاني وتالت ورابع وخامس. أتمنى يكون في استجابة ويكون في إعلان وتوضيح لكافة هذه الإجراءات سواء من اتحاد الكورة أو من وزارة الشباب والرياضة، وهننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. ربنا يرحمك يا محمد ويصبر أهلك ويحفظك ويحفظ كل أهل مصر رياضيين وجماهير بشكل عام. طيب، النادي الأهلي كمان النهاردة بدوره نعى اللاعب محمد شوقي، ومن خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعو طبعا ببالغ الحزن والأسى لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي والذي وفاته المنية اليوم. ويتقدم مجلس إدارة الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب وزويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. دي كانت مقدمة مهمة جدا لازم نبدأ بيها النهاردة، للأسف النهاردة كلنا صحيين على خبر حزين وخبر سيء جدا، ونتمنى يا رب الفترة الجاية ما نسمعش أخبار زي دي في ملاعبنا، والناس كلها تقوم بواجباتها ودورها في الحفاظ على صحة الرياضيين أو صحة المواطنين بشكل عام. طيب، ننتقل بقى لبعض الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي. الأهلي امبارح لعب مباراة ودية مع فريق في القسم الثالث بيقوده الكابتن محمد شرف، اسمه فريق تيم. الأهلي كسبه امبارح بثلاثية نظيفة. هي المباراة الهدف منها كان تجهيز وإعداد اللاعبين نتيجة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية، وفترة الراحة استمرت من حوالي 10 أيام إلى 14 يوم، فكان فرصة طيبة إن الجهاز الفني يعمل مباراة ودية عشان معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين للفترة الجاية. الأهلي كسب 3-0، الأهداف أحرزها محمد مجدي قفشة وعمرو السولية وكريم الدبيس. حاجة تانية سريعة برضو، منتخبنا الوطني النهاردة بدأ في الساعة 5 مباراة مع منتخب بوتسوانا في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم في المغرب. الشوط الأول انتهى والشوط الثاني بدأ منذ دقائق قليلة جدا، وما زال التعادل الإيجابي 1-1. طبعا تقدمت بوتسوانا بهدف، ثم تعادل منتخب مصر بهدف لمحمود حسن تريزيجيه اللي بيقدم مستويات رائعة جدا. تريزيجيه بيلعب مع منتخبنا أيا كانت الظروف والمباريات، مباراة سهلة مباراة صعبة تحصيل حاصل دايما وابدا لازم تجد تريزيجيه موجود في التشكيله الاساسيه. النهارده الكابتن حسام اعلن التشكيل وبدا مباراه مصر وبتسوانا بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد واحمد رمضان بيكهام وربيعه ومحمد حمدي. محمد ربيعه ده احد الوجوه المنضمه حديثا لمنتخبنا الوطني. في وسط الملعب مروان عطيه، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، وفي الامام طاهر محمد طاهر وعمر مرموش ومصطفى محمد. على دكة البدلاء في عواد، مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، دونجا، صابر، كوكا، مصطفى فتحي، زلاكا، إبراهيم عادل وأسامة فيصل. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، نتمنى المكسب والانتصار والثلاث نقاط عشان نساهم في تأهل موريتانيا اللي بتلعب في هذه اللحظات أيضا مع منتخب الرأس الأخضر. وحسب ما وصل لي من النتائج في الشوط الأول موريتانيا متقدمة 1-0، ولكن التعادل الإيجابي ده مش هيكون في صالح موريتانيا، وأعتقد بوتسوانا ممكن تبقى 8 نقاط
وحتى لو فازت موريتانيا هتبقى 7 نقاط، وبالتالي بوتسوانا تحجز البطاقه الثانيه مع منتخبنا الوطني. نتمنى منتخبنا يكسب عشان نساهم في تاهل منتخب عربي اخر في ظل تاهل عدد كبير جدا من المنتخبات العربيه، 6 منتخبات عربيه لغايه دلوقتي معانا في نهائيات كاس الامم الافكون في المغرب. بتتكلم على مصر وتونس والجزائر، المغرب البلد المستضيف، بنتكلم كمان على جزر القمر، السودان المنتخب الشقيق اللي تأهل امبارح وعمل مفاجأة بصراحة يعني أسعدتنا بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم. يتبقى المنتخب السابع، يا رب بإذن الله يكون من نصيب منتخب موريتانيا، وكنا نتمنى أن يكونوا 8 لأول مرة منذ فترة طويلة، ولكن ليبيا للأسف يعني مباراة نيجيريا مع رواندا يبدو كده أن كان فيها اتفاق، فللأسف جت نتيجتها مش في صالح منتخب ليبيا، ويبدو طبعا أن خسارة ليبيا أمام نيجيريا في المباراة التي تمت إلغائها بقرار من الكاف واحتساب ليبيا خسرانة 3-0 كانت سبب رئيسي في خروج ليبيا من منافسات كأس الأمم. ونتمنى التوفيق بإذن الله للأشقاء في المنتخب الليبي. عموما كل التفاصيل دي بالتأكيد بقى هنناقشها النهاردة سواء على المنتخب، منتخبات الناشئين، الشباب، نتيجة مباراة منتخبنا، شكل المجموعات والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم، أرقام مهمة جدا هنتكلم عليها على الدوري، جوائز الكاف، كل ده هيكون النهاردة نقاش مهم جدا في الفقرة الحوارية اللي هينورنا ويشرفنا فيها دكتور احمد ثابت المحلل الفني والرقمي هنا في قناه النادي الاهلي. كل ده بالتاكيد هيكون معانا في الجزء الاخير من برنامج الترند. لكن خلونا دلوقتي نروح لسؤال حلقه النهارده، وسؤال النهارده بمناسبه استئناف الدوري باذن الله بعد اقل من 72 ساعه. عايز حضراتكم توجهوا رساله لنجوم الاهلي قبل استئناف مباريات الدوري. كل واحد وهو ماسك الموبايل، التاب، الايباد، يدخل على صفحات قناة الأهلي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى منصة إكس، يكتب تعليقات، تويتات، ويدي رسائل إيجابية لنجوم النادي الأهلي، وكل ده بالتأكيد هنستعرضه في الجزء الأخير من برنامج الترند. لكن دلوقتي نروح بسرعة لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق راح من التدريبات اليوم. كمان انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي غدا. وفي الترند العالمي، صلاح يوافق على تخفيض طلباته المادية للبقاء في ليفربول. فقرة التوب نيوز لأهمية الأخبار وأهمية الموضوعات اللي معانا أكيد لازم نكمل عشان ما نفصلش مع حضراتكم، لأن الأخبار اللي جاية أخبار مهمة جدا. نبدأ مع بعض أول خبر وهو ترند على السوشيال ميديا. جمهور النادي الأهلي قلقان على اللاعب الفلسطيني مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي. امبارح كان بيلعب مباراة مع منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات أمم آسيا وكأس العالم وتعرض لإصابة. من امبارح للنهاردة مش عايز أقول لكم الناس كلها الآن على السوشيال ميديا والكل متخوف، يا ترى يا هل ترى إصابة وسام أبو علي لا قدر الله ممكن تبقى إصابة كبيرة، في ظل برضو أن الناس مش قادرة توصل للمعلومة ومش هيوصلوا للمعلومة إلا لما النادي الأهلي يتأكد من خلال الفحوصات الطبية. ولكن ايه اللي نقدر نقوله دلوقتي عشان نطمن جمهور الاهلي لغايه لما النادي الاهلي يعلن من خلال الجهاز الطبي او الكابتن محمد رمضان نتيجه الاشعه اللي هيجريها وسام ابو علي في الساعات الجاريه؟ اول حاجه، حصلت اتصالات مكثفه في الساعات الاخيره ما بين النادي الاهلي تحديدا الجهاز الطبي مع المنتخب الفلسطيني للاطمئنان على حاله وسام ابو علي. ودكتور احمد جاب الله في اتصالات عديده تمت في الساعات الماضيه مع اللاعب ومع منتخب فلسطين للاطمئنان على حاله اللاعب. طب ايه اللي احنا قدرنا نوصل له عشان برضو نطمن حضراتكم والناس تخف شويه برضو من توجيه الانتقادات كتير للجهاز الطبي او للجهاز الفني او حتى للكابتن محمد رمضان في ظل ان لسه الاهلي ما اعلنش نتيجه الفحوصات الطبيه؟ اول حاجه، الناس قالت امبارح والكل اجتهد ان وسام ابو علي تعرض لاصابه قويه في الركبه. ده اول حاجه، يعني الناس اجتهدت كده وقالت ان وسام تعرض لاصابه في الركبه. انا عايز اطمن حضراتكم ودي معلومه مؤكده، ودورنا هنا نوصل لحضراتكم المعلومات المؤكدة إن وسام أبو علي لم يتعرض لإصابة في الركبة. ده بداية أول حاجة، وده خبر خاص للترند، وسام أبو علي لم يتعرض لإصابة في الركبة. عملنا اتصالات عديدة بكل الأطراف عشان نوصل لحضراتكم النهاردة ونقول لكم الحقيقة في موضوع إصابة وسام أبو علي. ورغم إن في أخبار كتيرة بتبقى في إصابات لاعبين في أندية أخرى، ولكن ما بتاخدش نفس الزخم الإعلامي بإصابات لاعبي الأهلي، وأنا ما أعرفش السبب إيه. طبعا الاهلي باسمه بتاريخه بمكانته باهميه مبارياته بشعبيته الكبيره بتفرق طبعا في التناول الاعلامي، ولكن بحس ان في ستريس اكتر شويه على شغل الجهاز الطبي والجهاز الفني لدرجه ان ممكن البعض لما وصلش المعلومه يقطع في الجهاز الطبي والجهاز الفني.
وطبعا ده مش مهنيه ولا موضوعيه، ولكن احنا النهارده بنطمن حضراتكم الاصابه مش في الركبه. طب الاصابه في ايه؟ الاصابه في مشط القدم، والجهاز الطبي بيجري فحوصات في الساعات القادمه وفي الساعات الجاريه، وانا معاكم عشان يطمئنوا على حاله اللاعب. والنهارده الفريق راح، بكره مجرد ما ينضم وسام ابو علي للتدريبات الجماعيه هنبدا نعرف التفاصيل الطبيه الرسميه من خلال دكتور احمد جاب الله، يقول لك اصابه مشط القدم دي عباره عن ايه، هل كدمه قويه، هل لا قدر الله الاشعه طلعت حاجه غير الكدمه في مشط القدم، هل الاصابه تستدعي غياب اسبوع اسبوعين 10 ايام 24 ساعه وينزل للتدريبات، كل ده هنعرفه بقى بكره لما الجهاز الطبي يطمئن على حاله اللاعب. طب وسام ابو علي، وسام ابو علي وصل القاهره، وسام وصل القاهره وخضع للفحوصات النهارده عشان بكره باذن الله يكون الجهاز الطبي معاه كافه التفاصيل ويعرف اصابه مشط القدم عباره عن ايه، ودي اصابه غير الاصابه اللي حصلت قبل كده لما كان مع منتخب فلسطين في الاجنده قبل الماضيه. كانت اصابه انكل، دي اصابه في مشط القدم، مفيش حاجه في الركبه، انا بطمن حضراتكم مفيش اي حاجه في الركبه، وحصل تواصل مع مسؤولي منتخب فلسطين عشان النادي الاهلي يطمئن على اللاعب. النهارده بالمناسبه فلسطين بتلعب مع كوريا الجنوبيه، ووسام خارج او الماتش خلص تعادل 1-1. تمام، يعني دي كانت ابرز الحاجات اللي عايز اقولها لحضراتكم بالنسبه لوسام ابو علي. الناس كلها قلقانه ومش مطمنه، النهارده هناكد لحضراتكم الاصابه في مشط القدم مش في الركبه، بكره نتيجه الاشعه هتحدد لحضراتكم مده الغياب، ممكن تكون 24 ساعه مش اكتر من كده. عموما نسيب بقى الشغل ده للجهاز الطبي مع الجهاز الفني يعلم في التوقيت المناسب، ولكن دوري النهارده ان انا اطمن حضراتكم ان باذن الله ان شاء الله هيكون الموضوع بسيط جدا، واللاعب بعد عده ايام ممكن ان شاء الله يكون مع الفريق في المباريات والتدريبات. انا عارف الناس الان عشان في ماتشات مهمه جايه، ووسام يعني بيسطر تاريخ مهم جدا مع الاهلي، لكن باذن الله ان شاء الله كل الامور الايجابيه هتكون في الفتره اللي جايه، وبكره هنعرف توقيت عوده اللاعب للتدريبات والمباريات. وطالما الامر بعيد عن الركبه في مشط القدم باذن الله انا متفائل خير، نتيجه شغل الجهاز الطبي مع الجهاز الفني هنعرف كل الاخبار المؤكده بمده الغياب باذن الله غدا من خلال التدريبات الجماعيه. لسه عندي تفاصيل اكتر ولسه عندي اخبار حصريه مهمه، ناس كتير عايزه تطمن على عوده بعض اللاعبين كمان على مباراه الاتحاد السكندري، كل ده هنقوله ولكن بعد الفصل. الناس برضو محتاجة تطمن على أربع لعيبة الفترة الأخيرة كان عندهم مسألة إصابات عضلية إجهاد، وهل ممكن يلحقوا المباريات اللي هتنطلق بإذن الله يوم الجمعة؟ عندك الاتحاد سكندري الجمعة، عندك الثلاثة اللي جاي زي النهاردة هتلعب مع استاد أبيدجان في نفس التوقيت برضو دلوقتي الساعة 6 على استاد القاهرة، بعدها بأربع أيام عندك ماتش من 1 ديسمبر، بعدها هتسافر جنوب إفريقيا عندك ماتش مع أورلاندو بايرتس. لا أنت داخل في مراحل حاسمة، مباراتين ثلاثة في الدوري، على ماتشين في دوري الأبطال، على السفر لقطر، مباريات كأس فيفا إنتر كونتيننتال، فما فيهاش هزار. أنا عايز أطمنكم إن هناك يعني معلومة مؤكدة عن جاهزية إمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم لماتش الاتحاد السكندري. الناس تقول لي يعني جابت الثقة دي والكلام ده مؤكد؟ الثلاثة شاركوا امبارح في المباراة الودية اللي لعبها الأهلي امبارح. في عايز أقول لكم رابي ربيعة امبارح كان يقدر يلعب المباراة الودية، امبارح كان يقدر يلعب المباراة الودية، ولكن مارسيل كولر فضل يمنح رامي ربيعة راحة من ودية الأمس. ليه؟ عشان يكون جاهز لخوض مباراة الاتحاد السكندري. يعني رامي إن شاء الله بإذن الله هنشوف على ماتش الاتحاد طبيا بإذن الله مفيش مشاكل، الجهاز الفني يقدر يستفيد برامي ربيعة في مباراة الاتحاد السكندري. إذا احنا دلوقتي بنتكلم على إمام عاشور جاهز، ياسر إبراهيم جاهز، رامي ربيعة بإذن الله كمان جاهز، وحسين الشحات جاهز. المشكلة كلها ومش مشكلة، المتابعة الطبية في الساعات اللي جاية هتكون مقتصرة فقط على حالة وسام أبو علي، ونشوف نتيجة الأشعة بعد الكدمة اللي تعرض لها في مشط القدم مش في الركبة، وبالتالي في الساعات اللي جاية هنطمئن على جاهزية وسام، وبإذن الله إن شاء الله نتيجة الأشعة تكون كويسة وإيجابية، وتبقى اللعيبة كلها جاهزة للمراحل اللي جاية، لأن زي ما قلت لحضراتكم ترتيب المباريات وتوقيت المباريات جاي في مرحلة حاسمة، ودي الجزئية اللي امبارح الكابتن محمود الخطيب اتكلم فيها مع اللعيبة. عندكم تحديات ثلاثة مهمة في الفترة اللي جاية، المنافسة في الدوري وتجميع النقاط في بداية المسابقة مهم جدا عشان شكل الدوري مختلف عن الأعوام الماضية، المنافسة في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين مهمين جدا في الانطلاقة للحفاظ على اللقب وانت حامل البطولة، حامل كأس البطولة، والحاجة الثالثة التحدي اللي هينتظرك في قطر بعد أيام. أنا مش بتكلم مباراة ولا حاجة أو بطولة،
بعد شهرين ثلاثة، ده بعد أيام، نهاية الشهر ده هتسافر على قطر عشان تستعد إن شاء الله لبطولة كأس التحدي، ولما لا نوصل فاينل بإذن الله إن شاء الله ومواجهة الريال على استاد لوسيل. دي كانت أبرز الأخبار المتعلقة بملفات عديدة داخل النادي الأهلي وكواليس التدريبات والمباريات قبل ما يستأنف التدريبات غدا، لأن النهاردة راحة سلبية. وحتى في يوم الراحة السلبية عندي معلومة إن الجهاز الفني قاعد دلوقتي بيتفرج على ماتش المنتخب، وكان قبل الماتش بيتفرجوا على مباريات استاد أبيدجان وبيحضروا بعض الهايلايتس لاستاد أبيدجان اللي الأهلي هيواجهه الثلاث المقبل في انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. لسه عندي كواليس كتيرة ولسه عندي أخبار تانية وموضوعات مهمة، ما تروحوش بعيد، كل ده هيكون بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد لسه الاخبار ولسه التفاصيل والكواليس معانا النهارده في برنامج الترند. عايز انتقل كده لموضوع مش هخش في تفاصيل كتيره، لان لسه عندنا بالتاكيد الفقره التحكيميه اللي انتم متعودين تسمعوها وتشوفوها كل يوم خميس من خلال فقره الفار اللي بتبقى كاشفه لكواليس عديده في ملف التحكيم. ولكن الاسبوع ده انا متعمد ما اتكلمش كتير في تفاصيل التحكيم لغايه لما تيجي فقره الفار يوم الخميس. ولكن في الساعات الأخيرة حصل كده مستجدات سريعة، ما ينفعش كنا نستنى اليوم الخميس، لأن بصراحة يعني الاجتماع الفني اللي عقدته لجنة الحكام برئاسة الكابتن ياسر عبد الرؤوف وفي وجود المحاضر الدولي الكابتن تامر دري شهد مناقشات مهمة جدا، والمناقشات في حد ذاتها مهمة وتفاصيلها أهم، وقراراتها فيما بعد هتكون أهم وأهم. ليه؟ لأن ده هينعكس إيجابا على شكل المباريات والمنافسات في الفترة اللي جاية. يمكن الزملاء في القاهرة 24 انفردوا بنص المحادثة أو بنص الاجتماع، التفاصيل الاجتماع الفني اللي عقد في معسكر الحكام ما بين اللجنة والحكام اللي شاركوا في مباريات الأسبوع الثاني في الدوري العام، وتحديدا مباراتي الأهلي وزد ومباراة الزمالك وسموحة. ويمكن الاجتماع الفني للجنة كان بيتناقش في موضوع الألعاب الجدلية واللي حصل فيها تعليقات كثيرة وعديدة في موضوع التحكيم، ويمكن كمان اللجنة سمعت لكل الحكام، واللجنة ادت المساحة ان كل الحكام اللي موجودين في الفوج الاول في المعسكر يقولوا رأيهم في لعبة الاهلي وزد، وفي نفس الوقت كمان اللجنة ادت رأيها وسمعت تعليق الكابتن محمود البنا. نفس الامر في لعبة مباراة الزمالك وسموحة، واللي يمكن ما كانش متواجد في المعسكر الكابتن عمرو الشناوي حكم الفار اللي كان موجود في مباراة سموحة والزمالك، يمكن حسب معلوماتي بيأدي مناسك العمرة، ربنا يتقبل منه يا رب بإذن الله، ويوعدنا كلنا يا رب بزيارة مسجد البيت الله الحرام والمكة المكرمة وزيارة المسجد الرسول في المدينة المنورة يا رب بإذن الله. ولكن زي ما قلت لحضراتكم اتناقشوا وكل التفاصيل دي في الاجتماع الفني. لو هيكون معانا على الشاشة السكرين شوت طبعا المتعلق ب المحادثة أو الكلام اللي اتناقش بالأمس في الاجتماع الفني. طيب في البداية القاهرة 24 يكشف كواليس مناقشة لعبة مباراة الأهلي وزد في الاجتماع الفني للجنة الحكام، والكابتن ياسر عبد الرؤوف بيقول للكابتن طبعا الصورة بس بعيدة عن شوية، بيقول له ليه ما تدخلتش واستدعيت حكم يشوف اللعبة، هنا بيوجه كلامه للكابتن محمود البنا، ليه ما تدخلتش واستدعيت الحكم يشوف اللعبة زي كل الزوايا، لأن طبعا هو كان بعيد، يعني كابتن محمود ناجي كان بعيد. طيب رد عليه كابتن محمود البنا قال له أنا مش مقتنع أنها ركلة جزاء، ومش مقتنع بالآراء اللي اتقالت، لأن اللجنة قالت رأيها في اللعبة وقالت للكابتن محمود البنا كان يجب عليك أن تستدعي حكم الكابتن محمود ناجي أنه يشوف اللعبة. فطبعا رد الكابتن محمود البنا قال لهم أنا مش مقتنع أنها ركلة جزاء ومش مقتنع بالآراء اللي اتقالت، يعني واضح ان اللجنه قالت راي عكس قرار الكابتن البنا، بس رد عليهم قال لهم انا مش مقتنع بالاراء اللي اتقالت. فرد الكابتن ياسر قال لهم او قال للكابتن البنا تحديدا قناعاتك خليها لنفسك، الملعب فيه قانون يطبق، واجمعت اللجنه في الاجتماع الفني على حقيقه زد في ركله الجزاء. دي النقطه الاولى المتعلقه بماتش زد والاهلي وركله الجزاء، ورغم كل الاراء اللي اتقالت من خبراء التحكيم في مصر ولكن خبراء التحكيم في اوروبا و الخبير التحكيمي العربي السوري كابتن جمال الشريف كلهم طلعوا قالوا ان هي مش ركله جزاء. ولكن بغض النظر عن اللعبه وتفاصيلها، النقاش والحوار ما بين رئيس اللجنه
وأحد الحكام الدوليين اللي المفروض ليه باع طويل جدا في مباريات الدوري، والنقاش ما بينهم في الاجتماع الفني بهذا الشكل. أنا مش مقتنع، فيترد عليه: دي قناعاتك خليها لنفسك، احنا بنطبق القانون. فيبدو إن الفترة اللي جاية هيكون في نقاش مهم جدا وكبير على مستوى فني كبير ما بين اللجنة مع الحكام اللي بتدير مباريات. على فكرة بنفس الأمر في لعبة الزمالك وسموحة، حسب المعلومات اللي عندي، وده اللي أكدته قبل كده كذا مرة، كابتن عمرو الشناوي لا رسم خطوط الفار ولا قال للحكم أنا طلعت الخطوط واللعبة فيها هدف أو تسلل، لا ده قال للمخرج كمان مفيش خطوط. حسب معلوماتي إن اللجنة مستاءة جدا من اللي حصل، وسمعت وشافت اللي حصل في عربية الفار، وتأكدوا إن الخطوط لم تكن معطلة، التقنية ما كانش فيها مشكلة، والخطأ كان عند الكابتن عمرو الشناوي، هو اللي ما قامش بدوره وما قامش بشغله ولم يرسم الخطوط ولم يقم بدوره وتنفيذا للبروتوكول في سيارة الفار. وعلى هذا الأساس اللجنة شايفة إن اللعبة دي من خلال رسوم أو رسمة خط الفار إن اللعبة دي تسلل وليس هدف، وبالتالي هنا حدث خطأ، مش هقول خطأ يعني فني بسيط، لا ده خطأ كارثي، اللي انت تخالف البروتوكول وما ترسمش الخطوط وتسهلها كده من نفسك وتقول لك لا اصل بالعين المجرد انا شايفها هدف. وبالتالي الخطأ الكارثي ده حسب معلوماتي هيكون في قرار الفترة اللي جاية باستبعاد الكابتن عمرو الشناوي عن إدارة أو التواجد في سيارة الفار وعربية الفار في مباراة الدوري، ونفس الأمر هيكون على بعض الحكام اللي أخطأوا في التحليل الفني في الأسبوع الثاني للدوري العام. نفس الأمر والأمر الثالث إن كل الحكام اللي بتتعين على تقنية الفار ولم توفق، مش عاوز الرصبت يعني، ولم توفق في الاختبار البدني اللي عقد في بداية هذا الأسبوع في جهاز الرياضة العسكري، حسب معلوماتي إن لجنة الحكام لن تسند لهم أي مباريات في الفترة القادمة لحين اجتيازهم الاختبار البدني. الناس تقول لي ما هو الفار متطلباته غير إدارة المباريات في الملعب، لأن ده حاجة ودي حاجة، مش مختلف معاك، دي لائحة ورولز معروفة، ولكن في قاعدة أهم من كل ده، إنك عشان تتواجد في تقنية الفار لازم تكون بتصفر في الملعب، ودي شروط الفيفا عشان أديك الشارة الدولية للفار، لازم الأول تصفر في الملعب لمدة سنتين في الليفل الأعلى المسابقات الأعلى. وبالتالي ما ينفعش ومش لوجيك خالص ان يجي حكم صغير في السن عنده 29 ولا 30 سنه يسقط في الاختبار البدني مره واتنين، او يسقط مره ويعتذر عن التانيه، هديله ازاي ماتشات وهو اساسا مش قادر يجري، وبالتالي مش هيصفر، فطبيعي مش هحطه على تقنيه الفار، هو مش عنده 47 سنه مش محتاج يجري او مش لازم يجري او مش محتاج يصفر في الملعب، فهو بخبراته خليه في الفار. ده ممكن ينطبق على نادر قمر الدوله، على محمد الصباحي، على محمود عاشور، على الاسماء اللي ممكن تكون عدت السن اللي هو 45 46 47 سنه، لكن لما يكون حكم 29 30 سنه ما ينجحش في الاختبار البدني وكافئه واحطه على تقنيه الفار، ده اسمه تهريج. فاللجنه يبدو ان هي عايزه تحط القواعد اللي احنا كنا بناكد عليها، ودي القواعد اللي فيها عداله ما بين الحكام. نتمنى التفاصيل دي كلها نشوف بيها نتائج ايجابيه في المباريات في الفترة اللي جاية. الأخطاء هتفضل موجودة، ولكن كل ما يكون الخطأ البشري قليل ومش مؤثر أكيد هنساند اللجنة ونشد على أيديهم في الفترة اللي جاية لغاية لما نشوف إيه اللي هيحصل مع انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في حال اعتماد القايمة بنسبة 25% في الكونجرس المقبل يوم 10 ديسمبر. دي أبرز التفاصيل اللي كنت عايز أتكلم فيها، وكلها الحمد لله أخبار مهمة جدا أكيد بتشغل بال كل الأهلوية. دلوقتي جه موعدنا مع الفقرة الحوارية، واللي هينورنا ويشرفنا فيها دكتور أحمد ثابت، عنده تفاصيل مهمة جدا، لغة رقمية مهمة جدا، وعند الأرقام تقدر تقول تستنى وتقرأ وتشوف، لأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. هنفتح ملفات كتيرة، هنتكلم في موضوعات مهمة، كل ده ولكن بعد الفاصل مع دكتور أحمد ثابت. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الترند. وزي ما انتم متعودين كل يوم في البرنامج الترند من الحد للخميس بنعمل فقره حواريه مختلفه عن اليوم اللي قبله او حتى اليوم اللي جاي. ليه؟ لازم يبقى في تنويع. يوم بنتكلم على المستوى الصحافه بتكتب بتقول ايه، السوشيال ميديا بتناقش ايه، يوم بنعمل فقره مع نجم. النهارده موعدنا مع فقره مهمه جدا ليها علاقه بالارقام والمقارنات والمنافسات المقبله للنادي الاهلي من خلال رؤيه رقميه
هيشرحها لنا ويقدمها معانا دكتور احمد ثابت المحلل الفني لقناه النادي الاهلي. دكتور احمد منور الدنيا وسعداء بوجودك، شرفتنا ونورتنا في برنامج الترند. نور حضرتك ودايما متالق كده ومكسر الدنيا، ومبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. هبدا معاك بقى وانت جاي لنا من بعيد، احنا طبعا كنا على الهواء مش متابعين مباراه المنتخب، شفنا الشوط الاول قبل ما يبدا البرنامج، ولكن في اثناء الشوط الثاني المباراه لسه مستمره والتعادل الايجابي 1-1 واحنا خلاص في الدقائق الاخيره. جاي وبتتفرج على المباراه وشايف مصر وبوتسوانا، شايف اداء المنتخب ازاي والنتيجه اللي ممكن البعض يشوفها مفاجاه لغايه دلوقتي؟ هو كابتن حسام حسن يعني انا شايف ان هو عامل شغل كويس مع المنتخب بغض النظر عن النتيجه، هو بيجرب كل ماتش النهارده، عامل 8 تغييرات عن المباراه السابقه، يعني بيجرب بيعمل فرقتين ودي حاجه تحسب له. اول حاجه مثلا في حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، يعني ده بيعمل فريقين. المساكين كان هو طبعا بيلعب رامي ربيعه، بيلعب محمد عبد المنعم، النهارده بنشوف محمد ربيعه وبنشوف احمد رمضان بيكهام. ناحيه اليمين الماتش اللي فات كان في احمد عيد اللي هو الظهير الايمن بتاع النادي المصري، النهارده بيخش عمر كمال عبد الواحد. تمام. ناحيه الشمال ده المكان الوحيد اللي ما بدلش فيه خالص، محمد حمدي هو اللي لعب كل الماتشات تقريبا وعامل معاه متالق، عامل 4 اهداف، صنع 4 اهداف، اكتر لاعب صنع اهداف في فتره كابتن حسام حسن محمد حمدي، عامل 4 اسيست. اللي في وسط الملعب كان احمد نبيل كوكا في الماتش اللي فات في مركز 6، النهارده بنشوف مروان عطيه، مروان عطيه الاساسي ودخل احمد نبيل كوكا. كان في محمود صابر وفي محمد شحاته الماتش اللي فات اللي هم الاثنين الثمانيه، النهارده ناصر ماهر وتريزيجيه في المركز 8، وتريزيجيه على فكره النهارده بيسجل الهدف السادس ليه مع المنتخب تحت قياده حسام حسن. 6 اهداف ليه مع منتخب أهداف. مصر هو تحت قياده حسام. هو هداف المنتخب تحت قياده الكابتن حسام حسن، 6 اهداف واسيست. فهو بيطلب دايما من الاثنين الثمانيه سواء ناصر سواء تريزيجيه ان هم يكملوا دايما جوه منطقه الجزاء، حتى لما كنا بنشوف محمود صابر بنشوف كذا حد محمد شحاته، الثمانيات بتاعت الكابتن حسام اللي هم الاثنين الثمانيه دايما بيكملوا جوه منطقه الجزاء. الاجنحه النهارده بنشوف طاهر محمد طاهر ده للماتش الثاني على التوالي، وعمر مرموش اللي بيرجع اساسي، ومصطفى محمد. يعني لو لاحظت هتلاقي ان هو مغير 8 واللي كانوا ثابتين من التشكيله طاهر محمد طاهر وربيعه اللي هو المساك ومحمد حمدي، 3 بس هو اللي ثبتهم. فالتغيير الكتير اكيد بيعمل نوعا ما عدم انسجام، بس هو بيجرب، مدرب عنده الجرأه، بشوف ان هو بيعمل فرقتين ده حاجه كويسه تحسب له. النهارده احنا ضيعنا فرص كتير، الشوط الاول ضيعت فرص، الشوط الثاني برده لسه كان في من شويه كوره لابراهيم عادل ضايعه كانت خطيره جدا. يعني انت عامل اداء نوعا ما مش وحش، اداء مقبول، بس بشوف دايما ان التغييرات هي اللي خلت النتيجه كده، التغييرات الكتير، والتغييرات دي هو منطقية. هو بيحاول، انا خلاص اتاهلت، بس بيحاول يبني فرقتين. في نقطه بس عايز اتكلم فيها، نقطه مهمه جدا. اتفضل يا دكتور. النهارده الحضور الجماهيري 0 وهيفضل مستمر كده. طب تعالى بقى نشوف لو معانا صور يا جماعه، الحضور الجماهيري بتاعت ماتش الجزائر وماتش فرق شاسع، ماتش المغرب، ماتش ليبيا، ماتش السودان. ومن المغرب هنا المغرب بتلعب لسوتو، ماتش تحصيل حاصل، والمغرب هتستضيف البطوله، الملعب كامل العدد. برافو عليك. النهارده كمان ده ماتش ايه؟ تحصيل حاصل. تحصيل حاصل، يعني ماتش مش مهم للمغرب زي ماتشنا كده النهارده. مفيش حاجه عندهم كلمه مش مهم، اصل ماتش اصل الفرق، واحنا عندنا نجوم الناس مفروض تروح ان هي تتفرج عليها. طب هنا الخلل فين؟ الجزائر بتلعب ليبيريا وهي متاهله وحاسمه الموقف، لكن والجمهور 50000 مشجع. احنا معانا الصور لو نستعرضها حتى هتلاقي 50000 مشجع في مباراه الجزائر. 50، بص حضرتك ده ماتش الجزائر. بص استاد الجزائر متقفل، والجزائر اتاهلت لكاس الامم. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي طبعا برضو ده الجزائر برضو. بص حضرتك انا جايب لك كذا شكل هنا، من هنا ده دورنا هنا كاعلام، ان انت لازم تطرح ده المغرب. ايه الحلول؟ ده المغرب. ايه الحلول اللي اتحاد الكوره مفروض يعملها عشان خاطر الحضور الجماهيري يكون متواجد بكثره لحضور منتخبات للمنتخب مصر؟ هنا المغرب، بص الفرق. بص والمغرب صعد، يعني المغرب صعد. كمل، هات الصوره اللي بعدها، خش على ده السودان، ده منتخب السودان. بس طبعا السودان عشان كان ماتش ده صعود في ليبيا، بس بص الحضور الجماهيري قد ايه. هات ليبيا بقى نفسها كمان، استاد طرابلس، ده في طرابلس لسه ليبيا. الاستاد مفتوح جديد على فكره بعد التعديلات اللي حصلت فيه. فمن هنا، من هنا احنا بنوجه رساله مهمه جدا، ايه الحلول يا جماعه اللي لازم نشوفها عشان الحضور الجماهيري في ماتشات منتخب مصر يرجع زي الاول؟ اكيد لازم يكون في حاجات محفزه للجمهور، لازم التذاكر سعرها ينزل، دي رقم واحد. رقم 2 لازم يكون في جوائز، حاجه تبقى حاجه تشجيعيه. رقم 3 في احد الحلول ان انت ممكن تروح محافظات، مش شرط تلعب في القاهره. انت تعرف الماتشات اللي انت عرضت صورها دي مش في العاصمه. اه يعني على فكره المغرب ما بتلعبش في كازابلانكا ولا بتلعب في الرباط،
دي انتقلت لكذا مكان. فليه ليه ما نروحش للمحافظات؟ ليه ما نروحش اسكندريه؟ ليه ما نروحش اسماعيليه؟ ليه ما نروحش اسوان؟ لا انت لو رحت للمحافظه هيبقى في عيد. يبقى انت عندك نوع من التنوع، وهنا دي مسؤوليه اتحاد الكره اللي جاي بقى اللي لسه متولي. ده اللي احنا بنقوله له، اول نقطه عندك لازم تصلحها ولازم تعالجها نقطه الجماهير. بس كمان في حاجه ثانيه، ما انت عشان تلعب بره القاهره لازم ملاعب معتمده. انت عندك مشكله في الملاعب المعتمده، انت عارف الملاعب المعتمده فين؟ مصر، اسكندريه، اسماعيليه. بس ما اسكندريه كويسه واسماعيليه كويس والسويس كويس، يعني الثلاث محافظات. لو فكرت تروح اسوان ملعب مش معتمد. ماشي، بس انت اسكندريه لو النهارده لو عملت الماتش في اسكندريه كل جمهور اسكندريه هيروح، اسماعيليه كل جمهور اسماعيليه هيروح. ده اللي بنتكلم فيه، ان لازم يكون في مجموعه من الافكار. اكيد اللي ما ينفعش يكون الاستاد فاضي. منتخب مصر بيلعب منتخب مصر الاول، ما ينفعش يا جماعه يكون الاستاد فاضي. طيب دي رساله لازم نقولها. طب ما تيجي بقى نتكلم على الحضور الجماهيري بس في جانب اخر، لان الحضور الجماهيري في قطر هيبقى شأني مختلف تماما. تعال انا وانت كده نرحب دلوقتي باحد زملائنا الصحفيين والاعلاميين اللي عامل مجهود خرافي في قطر لاي مباراه رسميه او حتى وديه في الدوحه. زميلنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد الجزار، مساء الفل يا محمد، تحياتي ليك وتحيات دكتور احمد ثابت لحضرتك. اهلا بيك يا ابو حميد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي وكل المتابعين لشاشه قناه النادي الاهلي، وتحيه للصديق العزيز المحلل اللامع والمميز دائما الدكتور احمد ثابت فخر الاهلاويه. الله يخليك يا محمد، كل التوفيق ليك ولكل الزملاء. بس انا عايز اقول لك، واحنا بنتكلم على الحضور الجماهيري، انا شفت حاجات في الساعات اللي فاتت، يعني عايز اقول لك انا مش متخيل ان الاهلي لما يسافر قطر لسه يوم 10 ديسمبر انتم بتحضروا من دلوقتي، الدخله هتبقى ازاي؟ التشجيع هيبقى ازاي؟ استقبال الاهلي هيبقى ازاي في المطار؟ بدري بدري قوي البروفات اللي انا شفتها واللي بالتاكيد ممكن نستعرضها معاك وانت معانا دلوقتي على الهواء. يمكن الحقيقه وجود النادي الاهلي في قطر او عوده النادي الاهلي لقطر مره اخرى بعد الحقيقه فتره من التالق والتوهج في بطوله كاس العالم للانديه، بطوله كاس السوبر الافريقي، كان الارتباط دائما بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره هنا في قطر هو ارتباط بالانجازات وبالحضور الجماهيري المميز حتى في ظل ازمه كورونا، والكل يعرف كيف هي الصعوبات في هذه الحقبه. فالحقيقه من اول ما الناس والجمهور الاهلاوي عرفوا ان قطر هتستضيف نهائيات بطوله كاس الانتر كونتيننتال الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراه النهائيه، ووجود النادي الاهلي الحمد لله بعد فوزه العريض والمستحق على العين، لا الوقت بالعكس. الناس دلوقتي انا كل ما بشوف حد في الرابطه او حد مشجع اهلاوي عادي يقول لا الوقت ضيق، الوقت قصير، خلاص الاهلي جاي يوم 10 ديسمبر، لازم نكون جاهزين، لازم نكون مستعدين، لازم ننظم نفسنا بشكل كويس. وفكره الحقيقه التنظيم سواء في موضوع الدخلات، موضوع التيفو، موضوع الادوات اللي بتدخل حتى الترومبيطه والسنانير، والجماهير اكيد عارفه المصطلحات دي. هنا محمد وانت رجل ملم كثيرا بالامور التنظيميه التي تخص الفيفا، لا يوجد شيء بالصدفه او شيء بعشوائيه، كل حاجه لازم ليها موافقات سواء من اللجنه المنظمه او من الجهات الامنيه. فالاخوه هنا مشكورين الحقيقه لرابطه مشجعين النادي الاهلي بالتواصل اولا مع اداره النادي، والحقيقه بشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن القدير محمود الخطيب والمدير الرياضي وكل الناس المسؤولين في النادي على سعه صدرهم وتواصلهم مع الرابطه وفتح الابواب بشكل مستمر الحقيقه سواء بالتليفون والاتصالات او بالمخاطبات الرسميه لتلبيه كل احتياجات الجماهير. وده الحقيقه مش غريب على اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي دايما في ظهر جماهيرها مش بس في مصر ولكن حتى في خارج مصر في كل دول الخليج. ده حصل كمان خلال بطوله السوبر في الامارات وفي السعوديه كمان. فباذن الله المنظر يكون كويس والمشهد في مدرجات النادي الاهلي يوم 14 ديسمبر يليق بقيمه واسم جمهور النادي الاهلي وكذلك محمد النادي الاهلي نفسه. التجمع ده حصل امتى وازاي وليه؟ ليه؟ التجمع اللي انا شفته من شويه على الشاشه، تجمع جمهور الاهلي في احدى الصالات المغطاه، هم بيحضروا نفسهم لدخله، لتشجيع، لاستقبال، يعني حطينا كده في التفاصيل. شوف يمكن هو التحدي بالنسبه للجمهور ان مش مساله يبقى جمهور موجود ونملى المدرج لو 30,000 40,000،
ما عندناش اي مشكله، الجمهور هيجي من السعوديه، من الامارات، من البحرين، من الكويت، كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي، من امريكا وكندا، وفي ناس من النمسا كمان اتواصلوا مع الشباب هنا انهم هيجوا وعايزين يكونوا موجودين. لكن التحدي هو ان يكون الصوت الالف صوت، الالف صوتهم صوت مليون. لا احنا عايزين المدرج كله يكون بيشجع، المدرج كله يكون بيساند، مش عايز فكرة الجمهور الشيك اللي جاي يقعد ويمسك التليفون يصور ويتفرج، جه هدف يسقف وخلاص. لا احنا عايزين ناس تحرك اللعيبة في ظروف المباراة اللي ان شاء الله ما تكونش صعبة، ولكن في كل اوقات المباراة دايما جمهور النادي الاهلي بيكون ليه عامل السحر. شفنا في مباراة العين في استاد القاهرة، العين جاي لك بطل آسيا وعامل ماتش قدام الهلال السعودي، ماتش مرعب الحقيقة، وكل الناس خايفة من قوة والتشكيلة القوية للفريق الإماراتي، لكن أنت بقوة جمهور تمام. النادي الأهلي وبتشجيع طيب الجماهير الحقيقة اللي كان مبهر، قدرت إن أنت بتاخد ادفانتج على المنافس، وده اللي تحدي بالنسبه للرابطه هنا وللناس هنا، ان احنا ندي الميزه دي كمان للنادي الاهلي ولاعيبته كانهم بيلعبوا في استاد القاهره بالظبط. طيب سؤال فالثالثه شمال ونسبه كبيره جدا من المدرجات، فعشان كده الشباب بداوا اول تجمع ان يكون في تنظيم، ايه الهتافات اللي هتتقال، السنانير اللي تترفع، الاعلام اللي هتكون موجوده، التيفوهات، امتى نقول هتاف العب برجوله، امتى نقول هتاف جمهوره حماه، امتى نقول عاملين حتى هتاف حلو قوي، حلمنا طال من زمان من ايام اليابان، وحاجات الحقيقه بيبتكروا الشباب أكيد حاجات كويسه. فعشان انت حتى كمان لما تهتف ما يكونش اتنين او تلاته واصوات مشاز، لا دايما جمهور النادي الاهلي يقول لك جمهور اعظم نادي في الكون، لا انا بقول كمان ان ده اعظم جمهور في الكون، مع احترامي لكل الانديه وكل الجماهير، جماهير أكيد. النادي الاهلي ليها كده اساليب معينه في التشجيع، طيب فان سؤال شاء الله ده يكون موجود زي ما هو موجود في مصر، يكون موجود أكيد ان شاء الله أكيد في مصر. سؤال أخير عشان وقتنا ووقت حضرتك، هل في اجتماعات في الساعات القادمة للجنة المنظمة المحلية، أمر متعلق بالتذاكر، أمر متعلق بالتحضيرات على مستوى الأندية، بما إنك بقى صحفي ومقيم في الدوحة فعندك أكيد تفاصيل وقريب جدا من إدارة الفعاليات في اللجنة المنظمة المحلية؟ اللجنه المنظمه على تواصل دائم مع ادارات الانديه الاربعه، ولو قلنا النادي الخامس بحكم انتظار لما ستسفر عنه نتيجه نهائي الكوبا ليبرتادوريس، حتى كمان مع روابط الانديه هنا، في رابطه النادي الاهلي، في رابطه باتشوكا المكسيكي، في كمان رابطه جماهير ريال مدريد، الناس فاتحين لينك معاهم، بدا التسجيل المبكر للصحفيين والاعلاميين المقيمين هنا عن طريق منصه هيا، خلال الايام هيتم الاعلان ان شاء الله كمان عن التسجيل من خلال منصه الفيفا. العمل الحقيقه على قدم وساق، وشكلوا لجنه منظمه، اغلب الناس اللي فيها محمد اللي كانوا موجودين في اللجنه العليا للمشاريع والارث اللي نظمت بطوله كاس العالم، الاخ حسن ربيع الكواري اللي هو مسؤول التسويق واداره الفعاليات. على فكره ماتش الاهلي مش هيكون ماتش في المدرج و90 دقيقه ويخلص، لا ده في فعاليات وفي حاجات خارج الاستاد كمان للجماهير، كل الجماهير وجمهور النادي الاهلي، تم اختصاصه بالذات بمبادره من المستشار حسام ابو العيله رئيس رابطه مشجعين النادي الاهلي في قطر، ان يكون المباراه الثانيه على استاد 974 بين النادي الاهلي والفائز من ديربي الامريكتين تحمل شعار تكريم مشجعين النادي الاهلي، والحقيقه هيكون التكريم من خلال الكثير من الفعاليات. ففي خطابات رايحه بإذن وخطابات الله جايه وموافقات مع اللجنه المنظمه، ان شاء الله باذن الله تشوفوا حاجه تليق بجمهور النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي العالمي، وانا بقول الاهلي المونديالي في قطر ان شاء الله، ده حاجه كده يكون شعارنا خلال بإذن فتره الله. البطوله باذن الله. زميلنا العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وشغلت كده الاجواء بدري بدري، والحماس انت بتتكلم عن الحضور الجماهيري، جبنا لك يعني حاجات كواليس اهي من قطر على مشاركه الاهلي في الدوحه. الحضور الجماهيري بالنسبه للنادي الاهلي مختلف خالص عن منتخب مصر، انت بتشوف وده للاسف على فكره برضه يعني منتخبنا يعني اكيد لازم يبقى في حضور جماهيري كبير. ما ده اللي احنا اتكلمنا عن النقطه دي في اول حلقه خالص، ان احنا قلنا ان لازم الحضور الجماهيري لمنتخب مصر يكون زي طبعا حضور في النادي الاهلي والنادي الزمالك، حتى في نهائي الكونفدراليه كان برضه الحضور الجماهيري كبير. طيب عايز اقول لك يمكن للاسف منتخب موريتانيا لم يستطع يتأهل التاهل الى نهائيات كاس الامم،
مصر وبتسوانا انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، موريتانيا كسبت الراس الاخضر، وبالتالي ترتيب المجموعه مصر 14 نقطه، منتخب بتسوانا 8 نقاط، ثم موريتانيا 7 نقاط، والراس الاخضر ب4 نقاط. بوتسوانا بتتاهل لكاس الامم بعد غياب اكثر من 13 سنه. اخر نسخه لعبت فيها بتسوانا كانت في نسخه 2013 2012 2012 طبعا يعني ده كده احنا عرفنا 22 فرقه تاهلت بالظبط، بوتسوانا بقت الفرقه 22 وكده هيبقوا ست فرق عربيه، ست فرق عربيه، مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، لا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وجزر القمر والسودان. والسودان بالظبط دول الست، دول ليبيا الستة. ما صعدتش وموريتانيا ما صعدتش بالظبط كده. وكده اعتقد العدد اللي كان موجود في الكاميرون 2021 كان ستة ولا كان سبعة؟ كان سبعة. كان سبعة. كده دي التانية، دي هتبقى تانية أكتر حاجة يعني، مشاركة لكن عربية. الأكتر أكتر مشاركة عربية كانت في الكاميرون كانت سبعة. بالظبط كده، كنا بنتمنى مشاركة 8 منتخبات عربية، ولكن للأسف يعني خروج ليبيا، خروج موريتانيا، فبالتالي 6 منتخبات هيكونوا موجودين في المغرب، طبعا المغرب الدولة المستضيفة، مع 5 منتخبات عربية على رأسهم بالتأكيد المنتخب الوطني. طيب تحب تختم حاجة بالنسبة لمنتخب مصر؟ المباراة خلاص خلصت 1-1. حابب أقول لحضرتك إن لعيبة النادي الأهلي متألقين في ظاهرة كويسة جدا برضو لازم إن إحنا نتكلم فيها، إن هي تألق أبناء الأهلي في ال على المنتخبات كلها. النهارده بنشوف مصطفى شوبير بيتألق، بس في لقطة أنا يعني ما عجبتنيش شوية في التسخين، ما شفتش الاثنين الحراس التانيين سواء محمد أبو جبل أو عواد مش موجودين مع مصطفى في الإحماء. في الإحماء. فدي يعني هم زعلانين مهدي سليمان قصدك؟ المهدي سليمان وعواد مش موجودين في، بس انت قلت ابو جبل، ابو جبل لا، المهدي سليمان وعواد مش موجودين في تمام. التسخين. فدي نقطة، انت لو زعلان ما ينفعش ان انت تأثر على زميلك، مش معنى ان انت يعني في لقطة انتشرت كلها على السوشيال ميديا، مصطفى النهاردة أول ماتش دولي في سن صغير، حارس المستقبل بتاع مصر، هو داخل في مسابقة أفضل لاعب في داخل الكرة الأفريقية أفضل وأفضل حارس وافضل حارس مرمى داخل او في افريقيا. فاللقطه بصراحه مش كويسه، واتمنى ان يكون في توضيح من الكابتن حسام حسن، ويكون في عقوبه لو فعلا الكلام ده حصل، ان الاثنين الحراس التانيين ما سخنوش مع الحارس الاساسي لمنتخب مصر، لازم يكون في توضيح ويكون في عقوبه للناس دي. وانا كمان بأدعم اختيار حسام حسن وسعفان الصغير كمدرب حراس مرمى لاختيار مصطفى شوبير، حارس صاعد، حارس واعد، داخل بينافس على جوائز الافضل في افريقيا، وعنده منافسه قويه جدا مع حارس ماموليدي سان داونز. وعايز اقول لكم يمكن الجوائز دي فيها كواليس كتير هتقل الفتره الجايه، يعني اذا مصطفى نجح هو او حسين الشحات في جائزه من جائزتين ده هيبقى انجاز صعب جدا، نتيجه ان في تفاصيل في الجوائز مش عايز اقول لكم مداها وصل لفين يعني. فاكيد جهاز المنتخب لازم يدعم حارس الاهلي في توقيت زي ده، ومصطفى حارس المستقبل، شفناه النهارده معانا برضو اللقطه، صد كوره صد كرة هايلة هايلة، رد فعل ممتاز، دي الكرة اللي كان فيها كانت في الدقيقة 33، كانت تسديدة قوية جدا من المهاجم بتاع بوتسوانا وقدر ان هو يشيلها. برضو ننتقل من تألق مصطفى شوبير لتألق أحمد نبيل كوكا. أحمد نبيل كوكا الماتش اللي فات عمل مباراة هايلة جدا بره ملعبنا، قدم أداء، عنده شخصية، واحد من اللعيبة اللي مارسيل كولر هو كان ليه السر في ان هو يتواجد في المركز 8، وبعد كده دلوقتي بقى اساسي جنب مروان عطيه. حتى منتخب مصر يعني كابتن حسام حسن بقى مروان عطيه الاساسي وبديله احمد نبيل كوكا في مركز 6. في النادي الاهلي بنشوف احمد نبيل كوكا، فده برضو تالق. والناس دي كلها خارجه منين؟ من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مظبوط، مصطفى شوبير خارج من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، احمد علاء نبيل كوكا في المنتخب، انا بتكلم على اللعيبه كمان المتالقه في الفتره الأول. الحاليه تمام. كمل على المنتخب الاولمبي، المنتخب بتاع 2005، احمد خالد كباك اللي هو معار دلوقتي لنادي مودرن سبورت، وده برضو واحد من اللعيبه اللي انا بشوفها هتبقى خليفه مروان عطيه في المستقبل في النادي الاهلي، مع لسه واخد رجله المباراه في المباراه مان اوف ذا ماتش. هو احسن لعيب في فرقه 2000 ومنتخب 2005، هو الوحيد اللي عنده شخصيه، كورته حلوه، يمكن ميكالي بيستخدمه قدام الاثنين المساكين ان هو بينزل ويعمل بناء الهجمه من تحت، لان هو من اللعيبه اللي بتجيد بناء الهجمه بشكل كويس جدا. فشوفوا اللعيبه اللي خارجه من القطاع، هات اللعيب اللي بعده برضه، منتخب 2008 حمزه عبد الكريم، المهاجم المتالق والمهاجم اللي هيبقى ليه مستقبل كبير جدا ان شاء الله، بيسجل هدف مع منتخب 2008 وبيقود المنتخب للفوز والعوده مره ثانيه. هات الصوره اللي بعدها هتلاقيها اهو، ده قدامنا. فكل اللعيبه دي خارجه منين؟ خارجه من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. معانا الصوره عشان الناس برضه تتعرف عليهم بدري بدري. ده حمزه عبد الكريم، واحد من المهاجمين الممتازين، ده مهاجم مواليد 2008 يعني عنده 16 سنه، هو اللي بيسجل وبيقود المنتخب للعوده ويعمل ريمونتادا. منتخب كان خسران 1-0 قدام الجزائر، بيرجع 2-1، معاه طبعا بلال عطيه، معاه كذا حد في المنتخب، بس المتالق احنا بنتكلم على اللي هم متالقين، في اربعه فعلا متالقين خارجين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي.
مصطفى شوبير، احمد نبيل كوكا، احمد خالد كباكه اللي هو معار حاليا من النادي الاهلي لمودرن سبورت، والرابع حمزه عبد الكريم مواليد 2008. فده بيأكد ان قطاع الناشئين دايما ولاد في النادي الاهلي. طب انت اتكلمت على المنتخبات اللي تأهلت وتقييمك لتجربه الكابتن حسام حسن. اخر حاجه قبل ما نطلع لفاصل، انت بتتكلم على ارقام حسام حسن مع منتخب مصر لغايه النهارده بعد المباراه العشر. لو استعرضناها يمكن احنا كنا جايبين بقى 9 مباريات قبل الماتش ده نشوف، هو هي هزيمه واحده بس اللي هي كانت قدام كرواتيا. ففي 10 ماتشات ان هو يخسر ماتش واحد وان هو يتأهل لكاس الامم بمتصدر مجموعته في كاس العالم بشكل كويس زي ما قلنا كده ان هو بيعمل الأرقام. دي كانت قبل ماتش النهارده، قبل مباراه بوتسوانا الارقام دي قبل مباراه بوتسوانا. فالنهارده هيبقى 10، هيبقى كسب 6 وتعادل 3 وخسر 1. صح. احرز 18 جون واستقبل 8 اهداف في كام؟ في 10 ماتشات، وحافظ على نظافه شباكه 5 ماتشات بس من 10. يبقى النقطه اللي الكابتن حسام محتاج يعالجها ايه؟ نقطه ان هو بيستقبل اهداف كتير شويه. 5 اهداف في 10 ماتشات كتير. الحاجة الثانية في نقطة برضو، هو بصراحة عامل أداء كويس وعامل فرقتين بشكل كويس، بس أنا بشوف إن بيحصل تراجع بدني في آخر ربع ساعة في ماتشات منتخب مصر مع الكابتن حسام. دي برضو لازم يشوف ليها حلول. احنا هنا بنتكلم في الإيجابي وبنتكلم في السلبي، لأن أنت لازم تتكلم في السلبي في الفترة دي عشان تشوف حلول للفترة اللي جاية. تمام. طيب لسه عندنا تفاصيل أكتر وكذا توبيك محضرينه بالتأكيد مع دكتور أحمد ثابت، كل ده ولكن بعد الفاصل. لسه مستمرين معاكم في الفقره الحواريه مع دكتور احمد ثابت، ويمكن التوبيك المقبل هيكلم في نقطه مهمه جدا تحت عنوان من رحم المعاناه يولد الامل، وهو امر متعلق بواحد من نجوم النادي الاهلي فرض نفسه على الساحه خلال الايام الاخيره، طاهر محمد طاهر. اتفضل يا دكتور. طبعا في كوره بتدينا دروس، بدروس في الحياه، ان لازم الواحد دايما ما يفقدش الامل في اي حاجه. ممكن تقع في مره، في اتنين، في تلاته، بس لازم ان انت دايما تتمسك بالامل، لان انت طول ما انت متمسك بالامل اتاكد ان ربنا هيديك قد تعبك. فتعالى نتفرج كده على صور مقارنات كده، مش طاهر بس، هنشوف لعيبه كتير، نشوف بدات ازاي وهم دلوقتي فين وكانوا هم بيعملوا ايه. نبدا الاول معانا بصوره، معانا طاهر. طبعا فاكر طاهر ده فاكر الصوره دي؟ كان في فبراير في الماتش في فبراير السنه دي، كان طاهر طبعا قاعد زعلان على الدكه وان هو ما بيلعبش، يعني حصل تغيير ساعتها، مارسيل كولر غير وهو ما كانش مغير، فكان زعلان جدا ومتضايق ان هو مش بيشارك. النهارده بنشوف طاهر ان هو نجم الفرقه او نجم الفرقه السنه دي، عامل اداء كويس جدا، راح منتخب مصر وسجل وعامل اداء هايل، يعني طاهر عامل اداء كويس جدا يعني. فدي هنا من هنا احنا بنقول ان ما فيش يعني ما حدش يفقد الامل دايما، خاصه في الحياه بصفه عامه. هات اللي بعدها، هنا زلاكة. زلاكة كان في بترول اسيوط من سنتين بالظبط، بعد كده راح بيراميدز، وبعد كده انتقل لسيراميكا وهكذا، يعني اعاره بعد كده، فالوقت في منتخب مصر. فده بعد سنتين. اللي بعدها، اللي بعدها ابراهيم عادل كان في المريخ البورسعيدي، دلوقتي في منتخب مصر واساسي وبيلعب من اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر. اللي بعدها هتلاقي عمر مرموش. عمر مرموش طبعا ده قصه وحكايه تانية، ده من وادي دجله دلوقتي مكسر الدنيا في الدوري الالماني، في وطلع من دجله من غير ما حد يحس بيه، خد بالك. فانت بتتكلم ان الحياه بتديك فرص، والفرص دي انت ممكن ما تفقدش الامل، ان طول ما انت متمسك بالفرصه متمسك بالامل هتلاقي ربنا دايما بيديك قد تعبك. طيب في وسط الايجابيات دي كلها والانطلاقه اللي عاملها طاهر والناس بتتكلم عليه بشكل ايجابي وبقى اساسي في منتخب مصر، لما اتسالت او توجه سؤال لمديرين فنيين على مستوى عالي، لو انت هتبدا بتشكيل تحط طاهر ولا زيزو؟ في ناس قالت طاهر وفي ناس قالت زيزو، ويمكن ناس راح جحت الكفه ناحيه طاهر. طلع احد الاعلاميين قال لك ازاي تقارن طاهر بزيزو؟ هو طاهر عمل ايه؟ ده زيزو ده كسر الدنيا وعمل وعمل وعمل. انت لو سالت زيزو اصلا، يعني زيزو عنده صفاء نفسي كده وانسان محترم، هيقول لك طاهر بيأدي بشكل كويس ويلعب مكانه، وزيزو دايما كلامه ايجابي على كل زمايله. ولكن في بعض الناس بقى على السوشيال ميديا او في الاعلام تحديدا بتحب تركب الترند، وهي لا لها في الكوره ولا فاهمه في الكوره. تعليقك على الجزئيات دي. هو انا الاول ارفض التقليل من طاهر محمد طاهر، لان هو عامل اداء كويس. انا الناس اللي البعض الاعلاميين اللي بتتكلم على الموضوع ده، طب هم كانوا فين لما كانت يافطه تطلع اكبر قلعه رياضيه واكبر، مش ما كانوش بيتكلموا في الحاجات دي ليه؟ بالظبط. اكبر قلعه رياضيه في الوطن العربي وصاحب مش عارف نادي القرن ومش عارف ايه والحاجات اليافطه اللي كانت بتتحط دي، كنت فين انت في الفتره دي وما اتكلمتش ليه؟ الحاجه الثانيه، طاهر من اللعيبه، انا بشوف طاهر كإمكانيات أعلى. هو لا، في هقول لحضرتك لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين زيزو، هما الاثنين نفس النوعيه. لو انت بتحلل اداء الاثنين اللعيبه بمعنى ايه؟ اولا السرعه،
الاثنين صراع، القوه البدنيه الاثنين اقوياء على المستوى البدني. الاثنين مش مهاريين في الواحد على واحد، يعني ايه؟ يعني ما يفوتوش في واحد على واحد في الكوره معدل المرة، لا بيعتمدوا على السرعه، ان هو دايما نوع من المراوغه ان انا بطول الكوره وبجري وراه، مش حريق، مش في الواحد على واحد. فنفس الامكانيه العرضيه، من احسن اثنين لعيبه بيعملوا عرضيه في الدوري المصري زيزو في الزمالك وطاهر في النادي الاهلي. مزبوط. عرضيه التسديد بس، الفرق هنا ايه؟ ميزه ده وايه ميزه ده. زيزو عنده ميزه عن طاهر في حاجه، في الاستمراريه بقاله كذا سنه، وفي الزمالك هو نجم الفرقه. فعشان كده زيزو بقى زيزو دلوقتي. طاهر لسه كان بقاله فتره مع النادي الاهلي، بدا ياخد دور النجم في الفتره الاخيره ديت، فده ده اللي فارق. بس طاهر ميزته عن زيزو ايه؟ ان هو لما بيلعب مع منتخبات مصر بيتالق اكتر، بيبقى لعيب دولي إيجابي أكتر. ايجابي اكتر. بس انا خد بالك من كلمه لحضرتك، لعيب دولي دي مهمه قوي. لعيب دولي اكتر ممكن تكون في الدوري مكسر الدنيا وبيجيب 50 ضربه جزاء، لكن في الدولي زيزو لعب 45 ماتش جايب جونين، طاهر لعب 3 ماتشات جايب جون. فهي الاثنين نفس المقارنه، يعني انا بتكلم كامكانيات كتحليل اداء، الاثنين فيهم نفس، بس ده عنده ميزه زيزو الاستمراريه، هو مستمر اكتر عن طاهر. لكن طاهر لعيب دولي اكتر، كل ما بيلعب في المنتخب تلاقيه مؤثر اكتر. بعدين طاهر لو استعرضنا البطولات بتاعته معانا برضو هنلاقيه جايب 15 بطوله مع النادي الاهلي. يعني مش قصه اغنيه، مش قصه اغنيه زي ما بعض الناس اتكلمت. ويمكن دي ارقامه. طاهر في اول ما جه لعب 43 ماتش اول موسم، جاب 7 تجوان وصنع 5. الموسم اللي بعده اللي هو 2021 2022 جاب 4 تجوان وبعد كده صنع جونين. نركز بس في الارقام، ان اول موسم جه جاب 7 تجوان وصنع 5. كمل، هات الصوره اللي بعدها. في الموسم اللي بعده اللي هو 22 23 سجل 3 وصنع 4 في 37 مشاركه. 23 24 سجل جونين بس، اللي هو الموسم اللي قبل الاخير ده اللي قبل اللي احنا فيه، سجل جونين وصنع 6 في 37 مشاركه. الموسم الحالي، الموسم الحالي بقى جاب 5 تجوان وصنع جون في 7 مشاركات، ولسه الموسم بيبدا هات اللي بعدها برضه هتشوف بطولاته، يعني 15 بطوله. 15 بطوله، اصل واحد طلع يقول لك انجازاته اغنيه، ما احنا بنرد عليه بقى، يعني انجازاته مش اغنيه سطلانه والكلام ده، لا ده كلام فاضي. يعني طاهر لعيب من ساعه ما جه النادي الاهلي بقاله 4 سنين، جايب 2 دوري، جايب 3 كاس مصر، جايب 4 سوبر مصري، جايب 3 دوري ابطال افريقيا، جايب 2 سوبر افريقي، جايب 1 كاس القارات الثلاثه اللي هو افريقيا واسيا والمحيط الهادي. في ناس بتحب تقدم اعلام كوميدي وبيحاولوا يجروا ورا الترند، بس بالك بس التفصيله دي مهمه قوي. في ناس بتحب تقدم اعلام كوميدي مش اعلام رياضي، صح؟ بس كده. فده يعني ده احسن رد دايما بالارقام. وزي ما قلت لحضرتك انا اتكلمت هنا بمنتهى الامانه، ان الاثنين كل واحد فيه ميزه، بس الاثنين سواء طاهر او زيزو بتاخد منه عرضيه كويسه، تاخد منه تسديده كويسه، تاخد منه سرعه، تاخد منه قوه بدنيه كويسه، تمام، لكن كل واحد عنده ميزه. طيب نروح بقى للتوبيك الثاني، هو متعلق بجوائز الكاف. الاهلي بينافس على افضل نادي، حسين الشحات ومصطفى شوبير داخلين في منافسه على افضل لاعب في مسابقات الانديه، شوبير بينافس على افضل حارس مرمى مع حراس بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، عندك كمان افضل مدير فني مارسيل كولر داخل في منافسه قويه جدا. لولا الاهلي لما كانت كل هذه الانجازات في المنافسات حتى على مستوى جوائز الافضل متواجده، لان للاسف حتى جائز افضل منتخب، منتخب مصر مش موجود، ولا حتى مدير فني منتخب، ولا لاعب حتى من المنتخب، كل الجوائز منحصره في اتجاه النادي الاهلي يا دكتور. انا كمان عايز اقول لحضرتك تاريخ الجائزه دي. اتفضل. ايه علاقه النادي الاهلي بجوائز الكاف؟ عشان نشوف ان شاء الله لما ناخد الجايز ان شاء الله باذن الله. اول حاجه النادي الاهلي اخذ، لو معانا الجداول نعرضها يا جماعه، حصل على افضل نادي في افريقيا 6 مرات. طبعا الجايزه يا جماعه عشان نكون عارفين ان في سنتين اتلغوا بتوع كورونا وساعات بتقف، هي من 2001. اول سنه النادي الاهلي اخذها 2005، ثاني سنه 2006، الثالثه 2008، الرابعه 2012، الخامسه 2013، والسادسه كانت السنه اللي فاتت. باذن الله لما لو النادي الاهلي خدها السنه دي، وهو الاقرب طبعا لان هو الحاصل على دوري ابطال افريقيا، هيبقى 7 مرات النادي الاهلي اخذ جائزه افضل نادي. طيب تعال نشوف اللعيبه، افضل لاعب داخل القاره، افضل لاعب داخل القاره لعيبه النادي الاهلي اخذتها 8 مرات بس، منهم سنتين احنا اتظلمنا فيهم، يعني كان قفشه المفروض ياخدها في 2021. اهي بدايه اول ابو تريكه طبعا مقفل اللعبه، اخذها 4 مرات طبعا، الجائزه اتاسست الاول سنه 2001. 2005 اول واحد محمد بركات، 2006 و2008 و2012 و2013 محمد ابو تريكه، 4 مرات. احمد حسن اخذها 2010، الشناوي اخر سنتين بقى احنا اخدنا، محمد الشناوي 2022 وبيرسي تاو 2023. الجايزه دي يا جماعه لو لعيب من النادي الاهلي اللي هو حسين الشحات او مصطفى شوبير اخذها هتبقى 9 مرات. لو نقدر نستعرض الافضل لاعب داخل القاره، الصوره اللي معانا
طبعا اللي مرشح فيها مصطفى شوبير ومرشح فيها حسين الشحات، والمنافس بتاعهم هيبقى طبعا داخل القاره ويليامز. ويليامز هو الخطر الاكبر ده في كل الجوائز. في كل الجوائز. ليه؟ لان ويليامز كان لسه في جائزه في نهايه الشهر اللي فات اللي هي كانت في الكره الذهبيه، اخد تاسع افضل حارس في العالم. معانا صوره ليه ويليامز برضو في الحفله بتاعت البالون دور لو نجيبها. دخل من ضمن افضل 10. من ضمن اهي. هو اخد تاسع افضل، اللي هو حارس يا جماعه منتخب جنوب افريقيا على مستوى العالم. على مستوى العالم اخد تاسع افضل حارس على مستوى العالم. ليه؟ لان هو قاد منتخب جنوب افريقيا للمركز الثالث في كاس الامم. عمل 4 كلين شيت من 6 ماتشات لعبهم، تصدر ركلات ترجيح كتير جدا، عمل موسم كويس. فهو الخطر الحقيقي على لعيبه النادي الاهلي هو ويليامز. لكن انا بشوف ان مصطفى شوبير مرشح بشكل قوي. ليه؟ لان مصطفى شوبير لعب 9 ماتشات في دوري ابطال افريقيا، خرج 9 كلين شيت. انا بقول لك ارقام مصطفى، وانا امبارح انفردت قبل الكاف ما يعلن جائزه افضل حارس، قلت ارقام مصطفى في جوائز الافضل هو وحسين الشحات اعلى من ويليامز وحتى لاعب نهضه بركان واحمد سيد زيزو. وفي جوائز افضل حارس مرمى شوبير ارقامه اعلى من ويليامز، يعني دول افضل 5. احنا لو عملنا قائمه نهائيه 3 لو صفيناهم بعد كده، هم بيتصفوا بعد كده ل3، انا اعتقد ان هيبقى حسين الشحات ومصطفى شوبير وويليامز. يعني دول الثلاثه اللي هيبقى المنافسه ما بينهم في الاخر. ليه؟ لان ويليامز عامل ارقام زي ما اتكلمنا فيه كويسه، وويليامز ممكن يعني لو مصطفى شوبير اخذ افضل لاعب داخل القاره ممكن يدوا لويليامز افضل حارس. انا عايز اقول لك النتائج هتبقى ممكن فيها مفاجآت، ومش بالارقام القياسيه اللي احنا عارفينها، لان الدنيا مقلوبه في المغرب على استبعاد سفيان رحيم. طبعا ازاي سفيان رحيم مش موجود وانت واخد لعيبه يعني. سفيان رحيم عامل موسم كويس جدا مع العين الاماراتي، ولاعب اولمبيات واخد هداف الاولمبيات مع منتخب المغرب. ازاي كل ده في الاخر بره؟ عايزين برضو نتكلم على حارس المر، على المدرب، نجيب بقى المدرب كولر. لان مارسيل كولر يستحق مننا ان احنا نتكلم عليه. على فكره تاريخيا الجائزه دي غريبه قوي، الجائزه دي ما خدهاش في النادي الاهلي غير مره واحده بس. احنا معانا جدول جايبين الجوائز بتاعه افضل المدرب. مدرب في افريقيا. هتلاقي ان مانويل جوزيه اخذها 2006. مانويل جوزيه مع النادي الاهلي 2006. 2008 جوزيه ما خدهاش، خدها منه الكابتن حسن شحات عشان منتخب مصر مع منتخب مصر. 2017 هيكتور كوبر مع منتخب مصر. احنا جايبين الناس اللي هي كانت لها علاقه بمصر او النادي الاهلي يعني. فتاريخيا لو مارسيل كولر هو الاقرب ان هو ياخد افضل مدرب في افريقيا، لان المرشحين اللي معاه ما عملوش حاجات قويه او حاجات انجازات. انجازات ممكن يخش في اول ثلاثه وممكن ياخدها. فهو لو اخدها الاسماء. الاسماء قدامنا اهيت. سيباستيان دي صبر طبعا، ثانيه واحده، دي صبر مدرب منتخب الكونغو، وبعد كده في مدرب منتخب كوت ديفوار اللي هو فاي، وبعد كده بيدرو البرتغالي انجولا، وبعد كده مارسيل كولر، وهوجو بروس طبعا مدرب جنوب افريقيا. فطبعا هو الاقرب. سيباستيان دي صبر عامل اداء هايل مع الكونغو، عامل طفره مع الكونغو. بس طبعا كولر نتائجه اكتر، نتائجه احسن، اخد برونزيه مونديال واخد بطولات كتير مع النادي الاهلي السنه دي، منهم دوري ابطال افريقيا. فهو الاقرب. ممكن مين اللي ينافس كولر؟ كولر اللي ينافسه مدرب كوت ديفوار. ليه؟ لان هم اخذوا كاس الامم. فانت هتبقى هنا المنافسه ما بين مدرب كوت ديفوار لان هو اخذ كاس الامم، وكولر لانه واخد دوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس عالم للانديه. عموما هنشوف كل النتائج دي بقى في الحفل اللي هيقام في مراكش يوم 16 ديسمبر. وعندي معلومه ممكن مش قرار نهائي يعني، ممكن تتنقل للرباط، ولكن لسه ما اتخذش القرار. لكن حتى الان الحفل في مراكش يوم 16 ديسمبر. طب اختم معاك لان الوقت جري معاك بسرعه جدا. استعداد الاهلي لماتش الاتحاد السكندري، واحنا طمنا كل الناس على اصابه اسامه ابو علي، الحمد لله مش في الركبه، اصابه بسيطه في مشط القدم، بيعمل اشعه النهارده بعد وصوله للقاهره، وبكره نعرف نتيجه الاشعه ايه بالظبط. لكن هتعمل مقارنه بين ارقام الاهلي والاتحاد في الجزء الاخير من البرنامج. طبعا مباراه صعبه جدا، لان الاهلي والزمالك والاتحاد هم الثلاث فرق بس اللي في الدوري اللي كسبوا اول جولتين. فالاتحاد السنه دي مع بابا فاسيليو عامل اداء كويس جدا. الميزه ان هو دفاعيا لو استعرضنا الارقام هنلاقي ان هم ما دخلش فيهم ولا جون في الماتشين. نعرض الجدول بسرعه. فعامل عامل اداء كويس في اول ماتشين، 2 كلين شيت. محمود متولي معاهم طبعا، لعيب النادي الاهلي عامل اداء كويس جدا، قدروا ان هم برضو يعوضوا بمبلول وبمهاجم افريقي كويس عنده سرعات. لو استعرضنا الجدول هنلاقي ان دي اخر حاجه. المقارنه ما بين ارقام النادي الاهلي والاتحاد في اول جولتين، هنلاقي النادي الاهلي كسب ماتشين، النادي الاتحاد كسب ماتشين. فالمباراه انا شايفه ان هي هتبقى طبعا صعبه مش سهله. ليه؟ المباراه اللي بتبقى قبل فتره التوقف بتبقى صعبه، والمباراه اللي بتبقى بعد فتره التوقف بتبقى صعبه، لان النادي الاهلي كان عامل ريتم كويس جدا، احنا كنا وصلنا لفورمه هايله في مباراه العين، بعد كده لو مباراه الزمالك، واول ماتشين في الدوري لما كسبت زد وعملت ماتشين هايلين قوي في اول الدوري.
فالريتم بتاعك كنت فارضه والايقاع كان سريع، فانت اتمنى ان النادي الاهلي يرجع يوم الجمعه بنفس الستايل ده، بإذن بنفس الله. الضغط العالي، بنفس الريتم، برضه تحاول ان انت تجيب جون بدري يسهل عليك الامور، لان الدوري السنه دي مختلف عن كل الدوريات اللي أكيد قبل كده واصعب. أكيد أكيد. طيب عشان وقتنا نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة، نوجهنا مش سؤال، طلبنا من كل جمهور الأهلي يوجه رسالة للاعبي النادي الأهلي مع استئناف الدوري ولقاء الأسبوع الثالث يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري. تعالوا كده نشوف رسائل جمهور الأهلي مع دكتور أحمد ثابت ونشوف التعليقات. مصطفى المصري بيقول شد حيلكم يا رجالة أنتم أبطال. رأي تاني معانا فارس عماد بيقول تحياتي ليك يا كابتن، أهم حاجة التركيز اللي جاي كله صعب، بس إن شاء الله الرجال قادرة ونحقق أكبر عدد بطولات. ماشي. التعليق اللي بعديه كريم بيقول تحياتي ليك يا كابتن، ان شاء الله اللعيبه تكون مركزه وتحقق كل البطولات السنه دي، هي سنه كلها ضغط بس ان شاء الله ربنا يوفقهم. ريمون نبيل بيقول ان شاء الله اللعيبه تكون مركزه ويلعبوا كل مباراه كانها نهائي ويفرحونا ويفوزوا بالدوري. كرم علي بيقول تعودنا بالمكسب ورقم واحد في كل المسابقات، خليكم على العهد من مكسب الى مكسب. هدى، وده اخر تعليق معانا، هدى عبد الرحيم بتقول بالتوفيق يا ابطال وتلعب بروح واصرار وان شاء الله الدوري اهلاوي. كل التعليقات ايجابيه يا دكتور احمد. طبعا اخيرا يعني ان شاء الله تبقى زي ما قلت لحضرتك البدايه والعوده من التوقف الدولي، اتمنى ان هي تكون بانتصار عشان ان شاء الله هتفرق معانا كتير باذن الله. نورتنا وشرفتنا وسعداء بوجودك معانا، وبامانه بشكرك جدا على كم الافكار اللي موجوده النهارده معانا في الفقره التحليليه الرقميه في برنامج الترند. بتشرف بالتواجد معاك يا محمد، دايما انت متالق ومكسر الدنيا، وبالتوفيق دايما. الله يخليك يا دكتور، تسلم جزيلا. شكرا جزيلا. بالتاكيد فقره حواريه كانت مهمه جدا، وزي ما عودتكم دايما في برنامج الترند كل يوم عندنا خبر جديد، معلومه جديده، قضيه بنطرحها، وفقره حواريه اكيد بيبقى فيها فكره جديده بنقدمها لكل السادة المشاهدين. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا يتجدد اللقاء بإذن الله في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.